صباح الخير مجددا لجميع مشاهدي شاشة الوطن عبر برنامج يوم جديد، وصباح الخير للزميلات العزيزات. نعم إطلالة جميلة إن شاء الله. اليوم نلتقي من قضاء الخالدية، تحديدا من جمعية غدير الطير الخيرية، للحديث عن تمكين السيدات اقتصاديا، كيف استطعنا الاعتماد على الذات من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الريادية والاستثمارية والتنموية. للمزيد أكثر يسرنا أن يكون معنا هذا الصباح رئيس جمعية غدير الطير الخيرية حميد الخالدي. يسعد صباحك، يعطيك العافية. يسعد لي صباحك وصباح الوطن الجميل. جميل، أهلا وسهلا فيكم. أعطينا عن أهمية هذه الجمعية والنشاطات اللي بتقوم بها والمشاريع. صراحة جمعية نشميات غدير الطير جمعية خيرية تشتغل على وعي وكفاءة سيدات المجتمع. نشتغل على اللهم صل على سيدنا محمد، نشتغل على كفاءة ووعي سيدات المجتمع من خلالهم تمكين بمبادرات ومشاريع صغيرة يقدر يحسن وضعهم ومستواهم المعيشي. نتحدث الآن اليوم في أطلقتم مشروع جديد، دورات تمكين المرأة، يعني الآن نشاهد الآن دورة تدريبية قبل تنفيذ هذا المشروع. إيش هذا اسم المشروع؟ شو استفادت السيدات من هذا المشروع؟ صراحة هو المشروع الأسمدة الطبيعية، هو من خلال المواد العضوية نشتغل عليها، من خلال مخلفات المطبخ، ممكن من خضروات، من بقايا النفايات، من بقايا الطعام، إنه بدال السيدة ما تقوم تنكبها هيك، نحن نعمل على حفاظ على بيئة آمنة بمنطقتنا، وهيك السيدة ممكن إنه ما في داعي إن تكب الشغلات الزايدة عندها، وهيك كمان حتى نهون على الكل، يعني حتى على عمال الوطن، بدال ما الحرام إنه في شغلات كثير من بقايا الطعام تنكب، ممكن نعمل تأهيلها وصناعتها من خلال تدويرها وعملها من خلال السماد العضوي الطبيعي. كم سيدة استفدنا من هاي الدورات، وشو ممكن يعني هل استطعنا السيدات، إن شاء الله سنكون مع سيدات اللي بادروا بتنفيذ مشاريع، كم سيدة استفادوا، وهل هناك مشاريع أخرى للجمعية؟ صراحة من خلال إعادة تدوير من خلال الأسمدة الطبيعية عندي 23 سيدة متدربة استفادوا كثير من المشروع هذا وما زالوا، فلله الحمد، يعني أنه قدروا أنه يعمل المشروع لبيتهم، وممكن بعد هيك رح يتم المتابعة معهم يعمل المشروع ببيتهم ويتم تسويقهم من خلال نحن نتابعهم حنا والمنظمة اللي اشتغلنا معهم. موضوع السيدات عملنا كثير فتح تمكين المرأة من خلال مشاريع صغيرة، عملت مبادرات ومشاريع صغيرة، في سيدات كثير فتحوا المطابخ ولله الحمد، يعني ما زالوا شغالين ومصالحهم ناجحة. اشتغلنا على موضوع الصالونات، دعمنا عائلات صغيرة، يعني مشاريع أغنام صار عندهم منتجات لصناعة السمن الجميد، المواد الطبيعية، ويتم تسويقها من خلالنا مع عرضنا وخلال بزاراتنا بالمناطق اللي يتم مشاركة الجمعية فيها. هناك برامج توعوية كمان بتركزوا عليها للمستقبل، عملتوا خطة؟ والله أكيد طبعا، إحنا نشتغل على وعي وتمكين المرأة من خلال تدريبات، من خلال محاضرات معي من مؤسسات حكومية أو منظمات دولية، وهذا همي إن كل السيدات يكونوا وعيات على الأمور هاي. طبعا تم تدريب وتوظيف سيدات المنطقة وصبايا وشبابها. طبعا أشتغل أنا على جميع فئات جمعيتنا، على جميع الفئات، من ناحية علمية، من ناحية صحية، من ناحية تعليمية، من ناحية تمكين المرأة، من ناحية تدريبة، فولله الحمد، يعني منطقتنا خادمة جمعيتنا أكبر عدد ممكن من السيدات وأهل المنطقة. حميدة الخالدي رئيسة جمعية نشميات غدير الطير الخيرية، يعطيك العافية. الله يعافي قلبك، يسعدك ويسعد صباح الوطن الجميل، وشكر التلفزيون الأردني على استضافتهم وطلتهم البهية دائما عندنا محافظة المفرق خصوصا قضاء الخالدي، ألف شكر لكم. نلتقي الآن أيضا المدربة المشرفة أيضا على عملية تدريب وتأهيل، يعطيك العافية. تعرف عليك فاطمة سالم شديفات، متطوعة من جمعية منشية بني حسن، الآن أنا مدربة في جمعية غدير الطير. أعطينا شو أهمية هاي الدورات، كيف استطاعنا السيدات تمكين المرأة من خلال هاي الدورات؟ طبعا هذا المشروع هو المشروع الأول في منطقة الشمال اللي هو تحسين مستوى العائلات الأقل دخلا واللي تضرروا بسبب الكورونا. أنت تعرف أنه كانت الوضع الاقتصادي صعب، وحتى الناس اللي كان عندهم شغل تركوا شغلهم بسبب الكورونا، لكن الآن استطاعت المرأة من خلال هذا المشروع أنها تعمل مشروع بيتي صغير من منزلها، تشتغل تدعم الأسرة، تحسن الاقتصاد، نفس الوقت تحافظ على البيئة ونعيد البناء للتربة. ولو كنا اشتغلنا يا ريت بعيد الأضحى، أناشد جميع الناس إنهم بقايا مخلفات الأضاحي إنه ما يكبوها، اعملوا طمر، الطمر سهل ما بده كرتون زبل، عمل حفرة كبيرة وتدفن هاي بقايا المخلفات. لو كل إنسان قام بهذا العمل كلياتنا راح يكون مشروع كبير منتج، نخفف فيه النفايات على عمال البيئة. الله يعطيكم العافية. أهلين. يعني كل هذه المبادرات التي تركز عليها الجمعية نشميات غدير الطير في قضاء الخالدية دليل واضح على حرص سيدات
محافظة المفرق للاستفادة من هذه المشاريع. إن شاء الله سنكون معكم بعد قليل أيضا مع الفئات المستهدفة، كيف استطعنا سيدات الاستفادة من هذه الدورات وتنفيذ أيضا مشاريع صغيرة يدرن لهن باقتصاد وتحسين أوضاعهن الاقتصادية والمعيشية. عودة لكم في الاستوديو.